فريق مرابطات عن بعد هو فريق مقدسي يعمل لأجل القضية، يضم فتيات من أنحاء العالم. نحاول تسليط الضوء على قضيتنا لنوصل صوتها للجميع عبر لقاءات ومهمات للنشر أو حتى ألعاب مقدسية. وتم بفضل الله جمع 5000 دينار أردني لحملة فلنشعل قناديل صمودها. نحن طلاب لجنة القدس في جامعة ناور، هي مشاركتنا العاشرة في حملة فلنشعل قناديل صمودها. لم يكن المبلغ الذي نقدمه شيء بالنسبة للذي يقدمه أهل فلسطين نفسها، وبلغ مجموع تبرعاتنا في هذه الحملة 1250 دينار أردني. نحن لجنة القدس في جامعة طفيلة التقنية، انطلاقا منا بأنه يجب أن يكون لنا دور في نصرة أهلنا المرابطين في المسجد الأقصى وتثبيت إخواننا في البلدة القديمة. قد شاركنا السنة في حملة فلنشعل قناديل صمودها، ولله الحمد استطعنا أن نجمع 1800 دينار. نحن في جامعة الأميرة سمية قد شاركنا في حملة فلنشعل قناديل صمودها لتثبيت أهلنا في القدس، وقمنا بجمع مبلغ 5500 دينار ولله الحمد. نحن لجنة القدس طلاب جامعة زيتون الأردنية قررنا المشاركة في حملة فلنشعل قناديل صمودها دعما لأهالينا في البلدة القديمة في القدس، والذين هم خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى. وبفضل الله عز وجل جمعنا في هذه الحملة 3500 دينار، وهذا أقل القليل مقارنة بما يقدمه أهالينا في البلدة القديمة. فلنشعل قناديل صمودها.